عرفت بقى ان الدكتور يوسف قلب لك دماغك يا دكتوره نوها؟ واحد زي ده واخده الدنيا ومغرور بالانسان وبالعلم وبالمدنيه، ما سالش نفسه مره واحده في حياته ايه فايده كله من غير شرع الله وسنه نبيه. يعني ايه بقى؟ يعني انا المفروض ان انا البس الحجاب واقوم بالعبادات وخلاص، وبكده بقى يبقى انتهى دوري في الحياه؟ محدش قال كده يا دكتوره نوها. انت ممكن تشتغلي في حاجات كتير قوي، ممكن تشتغلي في الاعمال الخيريه، في التجاره، ممكن تبقي مديره، طبيبه، انما كل ده لوقت معين لحد ما يبقى عندك زوج وبيت واولاد، هما دول اللي لازم ياخدوا كل وقتك. ويا ريت يا دكتوره نهى ما تسمعيش لكلام الناس اللي واخدهم الدنيا وهم يظنون انهم يحسنون صنعا. كلام ربنا واضح يا دكتوره نهى، ومنهجه اوضح. أي خدمة تانية؟ في زبون قاعد هناك بيستظرف وقال إيه عايز نمرش الموبايل. خايفة أرد المتر صبري يعمل لي فيها مشكلة. طب ما تخش الحمام ورد. ليه هو أنا خايفة ولا إيه؟ أيوة خايفة، خش الحمام ورد بلاش لماضة، شكله تليفون مهم أوي. يو يا مصطفى، ما انت عارف ان انا في الشغل ما بعرفش ارد على الموبايل. عارفه المكان؟ ايوه عارفاه، هخلص كمان ساعه. انت كمان وحشتني قوي، بجد وحشتني جدا. طب يلا اوكي، باي باي. باي باي احسن اترفض. باي. عرفت من الدكتور عبير ان لولي خلاص هتخرج من المستشفى. خفت؟ تصوري، لولي خلاص هتخرج من نادي الادمان والى الابد. مفيش حد بيخرج، اللي بيدخل النادي ده لازم يرجعه تاني. مين اللي قالك الكلام العبيط ده؟ اللي شفتهم وعرفتهم. مش حقيقي، لان في ناس كتير جدا خرجوا وما رجعوش. وعلى فكره عبير بتاكد ان لولي ان شاء الله هتكون من الناس دي. ورامي جرايه رشا، انتي بتسالي على الزباين بتوعك ولا ايه؟ اه يا دكتور مصطفى، بسال على زباينك. يا حبيبتي انتي زعلتي، انا مش قصدي. ولا يهمك. انا ما اقصدش يا رشا، انا حتى انا مش عارف انا قلت كده ليه. عشان عمرك ما هتنسى كده، عمرك ما هتنسى ان انا كنت في يوم من الايام بوزع. يا رشا ارجوكي انسي الكلمه اللي انا قلتها. المهم انت اللي تنسى يا مصطفى. انتي هتعملي الموضوع ازمه ولا ايه يا رشا؟ انا مش هعمله ازمه يا مصطفى، عشان هو أزمة من غير ما أنا أعمله ولا أنت تعمله. أوعى تنسى إن أنا كنت واضحة معاك من الأول، وإني قلت لك إن مهما كان حبك وارتباطك بيا عمرك ما هتنسى أنا كنت بشتغل إيه. يا حبيبتي كلنا، كل الناس في حياتها أسرار وحاجات في ماضيها بتخجل منها، لكن بتقدر تنساها مع مرور الأيام. تاريخ البشرية نفسه مليان حروب ودمار واغتصاب وشر، لكن بيحاول ينسى الماضي ده وبيحاول يظهر بصورة الإنسان المتحضر اللي عايز يعيش في سلام. بس الحروب والشر ما انتهتش يا دكتور. يا رشا أنا بقولك الإنسانية بتحاول تعيش في سلام، ساعات بتنجح وساعات بتفشل، لكن بتحاول. أنت كمان لازم تنسي حياتك اللي فاتت وتعيشي أيامك اللي جاية كأنك بتتولدي من جديد. يا رشا أنت اللي فتحت الموضوع مش أنا، يعني أنت اللي لازم تنسى مش أنا. ايه يا بطلة، ايه الأخبار؟ استعدينا؟
هتوحشيني قوي يا دكتور عبير. ايه هوحشك دي؟ انت مش ناويه تكلميني وتتابعي معايا العلاج ولا ايه؟ لا لا سوري مش قصدي. لا البدايه كده ما تطمنش. ايه انت ناويه على ايه؟ لا ناويه ابقى صح. ايه يا دكتوره انت تلخبطيني ولا ايه؟ لا انا ناويه اجي واحضر جلسات العلاج الجماعي وهتابع انت ان شاء الله هتبقي كويسه لان انت فعلا انسانه قويه، وانا متاكده يا دولي انك هتخططي لمستقبلك وتعملي لنفسك هدف ومعنى. هذاكر وهجيب جيد جدا كمان. لا ما بحبهاش كلمه هذاكر دي، انا ما بحبهاش. تيجي نخليها اتعلم. وايه الفرق؟ لا في فرق كبير قوي. كلمه هذاكر مرتبطه دايما معانا بالواجب والامتحان وكلمه اهلنا ذاكروا ذاكروا، كان المذاكره دي عقاب. لكن العلم مرتبط دايما في دماغنا بالعلم نور، بمن علمني حرفا صرت له عبدا، بعلم الانسان ما لم يعلم. كلمه علم فيها فرحه، فيها قيمه، تميز. ايه الجمال ده؟ ده انت طلعتي فيلسوفه بقى مش دكتور. بس على فكره بقى ليكي حق، انا هتعلم، هرجع الكليه وانتظم واتعلم، هنور بالعلم دماغي. صح. وهتفتكري ايه؟ هفتكر نفسي وعمري ما هنسى نفسي تاني ابدا. صح. ولو الدنيا ظلمت حواليكي وحبيتي ترجعي للمخدر هتقولي لنفسك ايه؟ هقول ان الدنيا نور حواليا وانا بس اللي شايفاها ظلمه، وان الحياه دي نعمه ربنا ادهالي، ولو لقيتوني في يوم مرميه على الرصيف فاقده الحياه بجرعه مخدرات زياده يبقى ربنا شايف ان انا ما استحقش الحياه دي. صح؟ صح. وخلي بالك انت بعد كده هتشتركي معانا في جلسات العلاج الجماعي، مش بصفتك عيانه، لا بصفتك مثال وتجربه، كل العيانين التانيين هيستفيدوا من خبرتك. هبقى دكتورة يعني؟ خبيرة. طب ورامي يا دكتورة هيمشي امتى؟ هي دولي والله مش عارفة. طيب ممكن اعدي عليه قبل ما امشي؟ طبعا قوي 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 تحت امرك، بس وانا معاكي. انا جاي اقول لك ان انا خارجه يا رامي. وانا عقوبتي لسه ما خلصتش يا دكتوره. انت مش في سجن يا رامي، انت موجود هنا عشان احنا بنساعدك. ودول لي بقى قضت نص المده وهتخرج حسن سير وسلوك؟ هي تعبيرات السجون دي عاجباك قوي للدرجه دي؟ عموما انا قلت لك باب المستشفى مفتوح، بس طبعا بعد الاجراءات الروتينيه، ولما تحب تسال عن حالتك تسال الدكتور المختص اللي هو دكتور مصطفى او دكتور يوسف طبعا. وما اسالكيش انت ليه؟ علشان مش انا الدكتوره المختصه بحالتك. بس يا سيدي لو عايزني اقولها لك جدعانه كده ممكن. طب جدعانه منك كده بقى، انا هخرج امتى؟ بالطريقه اللي بتتكلم بيها مش دلوقتي خالص، واضح انك عصبي وعايز تخرج طبعا، مش علشان تروح النادي ولا الجامعه ولا السينما، انت عايز تخرج علشان تاخد دراجز. انا عايز اقابل الدكتور يوسف. 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 انا عايز اخرج يا دكتور. Up to you. عايز تخرج اخرج وما تزعلش نفسك قوي كده. انا لو خرجت مش هاخد مخدرات. انت حر تاخد مخدرات او ما تاخدش مخدرات، دي حياتك وانت حر فيها. صدقني يا دكتور انا مش هاخد. وانا مصدقك، وبالتالي بلاش نضيع وقت. حضرتك تقدر تطلع تحضر شنطه هدومك على ما يجيبوا ورقك كاتب لك فيه خروج. حضرتك مش مصدقني؟ انا مصدقك، انا مصدق ان انت فعلا بطلت مخدرات وخلاص خلصت من موضوع الادمان ده. وانا اعتقد كمان ان انت مش بس بطلت مخدرات، ان انت هتبقى شاب مثالي
ومش هتقرب للمخدرات ولا حتى السجاير ولا القهوة، واعتقد كمان ان الشاي مش هتشرب. حضرتك بتتريق؟ انا مش بتريق، انت اللي بتتريق على نفسك. انت كاره نفسك، مش قادر تحبها ولا تحب اللي حواليك. انت بتقول انك بطلت المخدرات وطالب مني ان انا اصدقك وبتوعدني بده. بتوعدني انا ليه؟ اوعد نفسك يا سيدي، اوعد نفسك انك هتبطل مخدرات، ساعتها مش هتيجي تقعد قدامي كده وتطلب انك تخرج، لانك هتسيبنا نشوف ايه اللي في مصلحتك، اذا كنت تستحق انك تخرج ولا لا. بصراحه انا شايف ان مفيش فايده من قعدك في المستشفى، انت ما خفتش ومش هتخف، وبالتالي قعدك في المستشفى هيبقى تعذيب على الفاضي. عشان كده انت تقدر تجهز شلطه هدومك وتتفضل تخرج. مع السلامه. دكتور يوسف قال لك ايه؟ لو كان رأي دكتور يوسف انك تقعد في مستشفى اقعد، اقعد عشان تخف، وان شاء الله هتخف بسرعه. وبعدين يا سيدي اخرج، ما انا بره مستنياك. لا انا هاجي ازورك على طول، انا محتاجه لك وانت كمان محتاج لي. هنقوي بعض ومش هنسيب حاجه تغلبنا ابدا. انا عارفه انك قوي يا رامي. واقف برا اوضتك ليه يا رام؟ ما بتردش ليه؟ اصله كان عايز يخرج ومتهيألي كده الدكتور يوسف مرضيش. ما بتردش ليه؟ ما تقولي صحيح عايز تخرج من غير ما تكمل علاجك؟ طبعا عشان تخرج بقى وتعملي فضيحه، مش كده؟ انا واقفه بتكلم، بتنفض لي يا رامي؟ ماشي. اهلا يا ليالي، اتفضلي. مجيئتي ليك في المستشفى مفاجاه مش كده؟ انت تشرفي في اي وقت، بس انا كنت معاك الصبح ما قلتليش اني جايه المستشفى. لا ما انا هقول لك انا جايه ليه المستشفى، بس قبل ما اقول لك انا عاوز اعرف رامي عاوز ايه. انا شفته واقف مع البيت اللي اسمها دولي بره، وقالت لي ان هو كان عاوز يخرج وانت منعته. انا ما منعتوش، انا قلت له عايز تخرج اتفضل مفيش مشكله. انت قلت له كده؟ ايوه قلت له كده. يعني خلاص قررت الانتقام مني. انتقم؟ ايه الكلام الغريب ده؟ كلامي مش غريب يا دكتور، الحكايه واضحه زي الشمس. انت من ساعه حكايه الواد اللي كلمني على الهوا ده وانت عينيك كلها شك، الكلمه قصاد عشره، وكل ما ابص في عينيك الاقي بصه التامل والتفكير، اكن في قرار كده عايز تاخده بس خايف تتسرع وتقوله. انا جايه بقى بخصوص الحكايه دي، ولما جيت لقيتك عايز تمشي اخويا من المستشفى، طبعا عشان يخرج يعمل لي فضيحه. خلاص الرساله وضحت يا دكتور. لا 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 بلاش بقى بصه التامل اللي من فوق دي، خلاص انا بقيت عارفه انت بتفكر في ايه بوضوح. اتفضل. انا قاعد في المستشفى يا دكتور يوسف لغايه لما حضرتك تقول لي اطلع. انت ويمكن ساعتها كمان اتحايل عليك واطلب منك تسيبني شويه. ولا
يا عم سراج، الجمال ده كله ليك لوحدك. يا عم عثمان بلاش نقع على الفاضي، البت بقت مغرورة وانا مش قادر عليها، دي عينيها بتلف حواليها 360 درجة. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي طفس، حبيت البنت وشاركتني وقعدت تصرف على الشريط بتاعها شمال ويمين، ده انا سامع كمان انك عارض عليها الجواز. جواز ايه يا ابني؟ هي طبعا نفسها بس انا مش موافق. يا جدع اعترف بقى وبلاش مكابره، ولعلمك البنت ماشيه في كل حته تقول الكلام ده. انا ما ينفعش اتجوز غير سهام مراتي وبس. يا سلام، بقول لك يا سراج خليك واقعي، سهام هتكسب قضيه الخلع، ارجوك بلاش تكابر. اعترف يا دكتور بصراحه كده، البنت ليلي خربت بيتك، ما فيهاش حاجه يعني. ولا خربت بيتي ولا حاجه، سهام بس بتغير بشكل غير طبيعي، بس انا عندي احساس ان في الاخر هرجع سهام. انا مش فاهم ايه ده، رغبه في الامتلاك ولا حب؟ انت يا جدع انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تخرج وتروح وتيجي لمغامراتك العجيبه دي وترجع تلاقي سهام زي ما هي؟ طب يا حلقت لك اهي وهتخلع نفسها ومتشكرين. اقول لكم ايه، سيبكم بقى من الحب الضائع ده ومغامرات الاستاذ دون جوان. انتوا عارفين مين اللي هدد ليالي في البرنامج بتاعها؟ انا عرفت امبارح بس. لا انا ما عرفتش مين. كان في صحفي عندي في المكتب قال لي على كل حاجه. ياسر؟ لا مش ياسر الكردي، صحفي تاني خالص. مين يا ناجي؟ احمد فضالي، لاعب الكره المشهور ده. انت متاكد؟ تقريبا هو. انت طبعا عارف ليالي قد ايه كانت بتحب المشاهير، واحمد فضالي ده في وقت من الاوقات كانت اخباره وصوره ماليه كل الجرايد، حتى بعد المشاكل اللي عملها مع النادي بتاعه وسفره بره وبعدين رجوعه بقى زبون دائم على كل الصفحات الرياضيه في كل الجرايد. بس اكيد الدكتور يوسف ما يعرفش. طبعا ما يعرفش، بس اكيد واحد في ذكاء وخبره الدكتور يوسف هيعرف ان ده شخص حقيقي مش شخص وهمي. بقول لكم ايه، انا بفكر اتصل بليالي اهو برضه نطمن عليها. يا سيدي تتصل بيها ليه؟ هي من ساعة ما اتجوزت ما شفناهاش غير مرة ولا اتنين، واضح انها مش عايزة تعرف حد. لا لا انا من رأيي نتصل بيها، لحسن تكون في ورطة حقيقي ومحتاجة حد يقف جنبها. يا واد انت يا شهم، ايه السهامة اللي نزلت عليك دي؟ طبعا يا اخويا ما صدقت، عشان عارف ان السهام ما بتفرقش العيالي. صح. حاضر.
دكتوره نوها ما جاتش النهارده؟ لا يا دكتور، اتصلت النهارده وقالت انها مش هتقدر. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا. شكرا. انا ملاحظه يا دكتور ان نوها ما بقتش بتيجي المستشفى بصراحه بعد ما اتحجبت، مش كده؟ انت عارفه انا مش قادر افهم خطيبها بيملى دماغها بكلام شكله ايه بالظبط. هيكون شكله ايه يا دكتور؟ مساء الخير يا دكتور. اهلا، ازيك يا هبه؟ الحمد لله يا دكتور. ازي ولادي؟ كويسين يا دكتور. اتفضلي. شكرا يا دكتور. سوري يا اسف. لا تحت امرك. اكيد مالي دماغها بالاستقرار والبيت والمراه للمنزل وتربيه الاولاد، وربنا كرم المراه بعدها في البيت. انا بجد مش قادره افهم هما ليه مش قادرين يفهموا ان ربنا فعلا كرم المراه بعقلها والعمل. ايوه بس ثانيه واحده، لان الموضوع ده شائك جدا، الاراء فيه منقسمه لفريقين. فريق شايف ان تقليد السلف الصالح هو الاصح، وفريق تاني شايف ان فهم روح نصوص الدين ده اللي ممكن يخلي البشريه تتقدم وتتطور. الفريق الاول اللي شايف ان تقليد السلف الصالح هو الاصح، هو ده الاقوى والاوسع انتشارا. هي دي المشكله. فاهم. باللي تعالي انزل يا دكتور. ماشي يلا. اتفضل. أنا شايف إنه مهما كانت ظروف الإنسان صعبة، لو آمن بنفسه يقدر يخطيها. أنا شايف يا دكتور إن مهما كانت ظروف الإنسان صعبة، يقدر بعقله وبذكائه إنه يحل ألغازها. عظيم، عظيم يا علاء. يعني أنت شايف إن العقل والذكاء هما طوق النجاة بالنسبة للإنسان عشان يخطي كل عقباته اللي بتقابله في الحياة. أيوه. جميل. وأنت ماجد؟ أنا في رأيي إن الإيمان بالله وبكتاب الله وإن الإنسان ما يغضبش ربنا، أكيد ربنا هيساعده. القيم الروحية عظيم برضو. طيب وإنت رافض؟ مهما كانت الظروف الإنسان صعبة، لو لقى حب حقيقي جنبه ممكن يتخطى أي ظرف. الحب، الحب. يعني أنت شايف إن الحب هو طوق النجاة بالنسبة للإنسان. طيب وإنت رامي؟ الصدق. لو الإنسان صادق هيقدر يواجه أي حاجة تقف في طريقه. الصدق يعني بمفهوم المخالفة يبقى الكذب هو أصل البلاء وأصل كل الشرور وكل الخطايا والانهيارات اللي بتحصل في حياة البشر. عظيم. أنا عايز أعرف رأيكم يا دكاترة. يا ريت نبتدي بالدكتور مصطفى. تعالي يا دكتور الفهم. يعني انا عشان افهم ليه ظروفي وحشه واعرف اتغلب عليها لازم افهم الحياه اللي حواليا، ولازم اعرف ليه سبب ظروفي بالطريقه ديت. هل العيب فيا انا السبب، ولا انا كسلان او ما عنديش همه في شغلي وما عنديش ضمير، ولا يمكن تكون ظروف اقتصاديه او ظروف سياسيه او اي ظروف تانية؟ انا مع الدكتور مصطفى، ممكن تكون ظروف الاقتصاديه هي سبب فشلي، وممكن يكون أهلي، أبويا، أمي، يكون هما السبب. أنا لو حسيت إن الناس بتكرهني أنا ممكن أدمر نفسي. وممكن أكون بحاول ألاقي شماعة عشان أحط فيها أخطائي وأرجع أقول ظروف البلد الاقتصادية هي السبب وأهلي هما السبب، والحقيقة إن السبب عندي أنا، أنا اللي ما عنديش هدف، ما عنديش فكرة أعيش عشانها، أو حتى مهنة بحبها أو هواية أو أي شيء يربطني بالحياة. عظيم يا دكتور، انت لمستي وتر حساس جدا. غياب الهدف وغياب الشخصية ممكن يؤدي الى كل الكوارث. اوكي صح. انا طول عمري بلعن الظروف، وشايف وحاطط في دماغي ان انا لازم اكون مغني يا ممثل مشهور، اي حد مشهور وخلاص ومعاه فلوس. ولما عرفتش احقق اللي انا عايزه كرهت كل اللي حواليا، وكرهت نفسي، وجريت ورا المخدرات. المخدرات هي الحاجة الوحيدة اللي أنا حبيتها، لأنها تديني متعة من غير ما أتعب، متعة من غير شقة، حاجة على الجاهز. وأنا واخد مخدرات بحس إن أنا فوق كل المشاكل، فوق كل البشر، فوق كل الحياة. بحس ان انا اتولدت ملك، بأمر وبنهي، وانا اصلا غرقان في الهلاوس والاوهام.
ولما بفوق بحس ان في جبل من الالم والحزن والاحباط فوقيا، عشان كده لازم ارجع لها تاني. مقدرش. اوكي، معنى كلامك ده ان انت مش هتخف وهتفضل تاخد مخدرات وهتقعد هنا في المستشفى على طول. هعمل ايه؟ ابدأ بخطوة. مش قادر. انت بتحس بألم يا رامي؟ اه. اقول لك على حاجة، اصعب خطوة دايما هي اول خطوة. هعمل ايه؟ اخرج من المستشفى. ايه؟ زي ما سمعت، انت قريب جدا هتخرج من المستشفى. قريب قوي. الايجابي في الحكايه دي انه بدا يشوف وبدا يتالم. هو فعلا يا دكتور اول مره يبدا يقول مش قادر اعمل ايه. وفي نقطه مهمه تانيه، الصوره اللي شبه بيها الادمان بانها متعه من غير تعب او معاناه، معنى كده ان هو بدا فعلا يسخر من حياه الضياع والفراغ اللي هو عايش فيها، وبدا يربط السعاده بالعمل والتعب. عظيم، بس انا مش هقدر اطمن على رامي غير لما يتطرق لمشكلته مع اخته ليالي. علاقته باخته ليالي هي الحاسمه في علاجه. ليالي شخصيه قويه ومسيطره، قدرت فعلا تضعف الولد وما قدرتش تخليه يثق في نفسه او انه يحاول يحقق طموحاته واحلامه بعيد عنها. لو هو تطرق لمشكلته مع اخته مش هيبقى في حاجه للمخدرات. ايوه دكتور، بس انا اعرف ناس كتير جدا عندهم اخواتهم او قرايبهم او ساعات اصحابهم معاهم فلوس كتير جدا وعندهم شهره ونفوذ، لكن ده عمره ما بيأثر على شخصيتهم او بيخليهم ينحرفوا. تمام، ما انت عارف يا مصطفى دي حاجه عامله زي ايه، زي البكتيريا والفيروسات اللي ماليه الجو او موجوده في الاكل، يتعرض ليها شخصيا، شخص مناعته قويه فما تاثرش فيه، وشخص تهاجمه وقت ضعف مناعته فتاثر فيه. حاجه تقدر تقول كده زي الفقر والعوز. في ناس تاخده مبرر للانحراف وناس تانيه تشوفه انه ده دافع عشان تقوى وتتقدم. يعني مدام ليالي اثرت بالسلب على شخصيه رامي اللي فعلا كان عنده استعداد. بالظبط، هي ساعدت على احساس الولد ده بالفشل والضعف. وبعدين هي شخصيه متطرفه في مشاعرها، يعني احيانا تدلعه بشده وبرضه تقسو عليه بشده، حاجه كده عامله زي ايوه التبريد لدرجه التجمد والتسخين لدرجه الغليان. هي ليالي كده بالظبط. شخصية غريبة، تحس انها في منتهى القسوة والعنف والشراسة، وتحس انها النقيض في منتهى الرقة والحنية، تخلي اللي بيتعامل معاها في حالة ارتباك، مش عارف ومش قادر يقرب منها للآخر ولا قادر يبعد عنها للآخر. إذا بعد يشتاق لحنيتها ورقتها، وإذا قرب يخاف من قسوتها وأنانيتها.